أعزائي المشاهدين محبي الطقوس، نرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طقس ومعنى. هيكلمنا النهاردة بنعمة روح القدس سيدنا نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين، مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقسي بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية، عن موضوع بعنوان الآباء الرسل. رحب نيافتك سيدنا. أهلا بقدسك يا هون، أهلا وسهلا. عشان بقى صوم الرسل وعيد أبائنا الرسل بعد كده، جميل، عايزين يفتك النهاردة تكلمنا شوية عن الآباء الرسل. اختيار موفق. إيش سيدنا عايش تشجيع يفتك. عايش. لكن بداية يا سيدنا في أسئلة كده برضو جاية لنا، بتقول يعني ليه اتسمى صوم الرسل؟ هل إحنا بنصوم للرسل زي مثلا صوم الست العذراء؟ هل إحنا بنصوم للعذراء ولا إحنا بنصوم لله؟ فلماذا سمي باسمهم؟ سؤال جميل وفي محله. يعني الحقيقة الصوم لله لأنه عبادة، ونحن لا نعبد أشخاص مهما بلغت قداستهم يعني، بس نعتبرهم شفعاء يعني، بيساعدونا في صلواتهم، يساعدونا في كل ما، خصوصا اللي وصلوا السماء يعني. لكن نحن لا نصوم للرسل ولا نصوم للعذراء، رغم مكانتهم يعني، العذراء والرسل مكانتهم كبيرة قوي، لكن الصوم عبادة لله، نصوم لكي نصلي، والصوم والصلاة يجعل الإنسان على صلة بالله كما عاش أبائنا الرسل والست العذراء، فهم الموديل أو المثال يعني اللي احنا بنعيشه يعني أو عايزين نعيشه. كمان الرسل صاموا نتيجة أمر السيد المسيح ليهم، عشان لما يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون، فده كان نظام وضعه السيد المسيح له المجد، فهم نفذوه يعني. وبرضه الصوم بتاع الست العذراء، الرسل صاموا عشان يشوفوا نفس المنظر اللي شافه القديس توما الرسول، والملائكة حاملين جسد العذراء وصاعدين بيه يوم نياحتها. تمام. زي سيدنا الكنائس بتبقى باسم القديسين، كنيسة العذراء، كنيسة الملاك ميخائيل، وهكذا كنيسة يوحنا المعمدان، لكن الكنيسة اصلا لله طبعا. فدي مش معناه ان احنا بنعبد العذراء او يوحنا المعمدان او مريم مرقص. صح. نفس هي مجرد تسمية يعني. ده تكريم. وتكريم للآباء الرسل. مش برضو مجرد تسمية. لا، صوم الرسل يعني. صوم الرسل، الصوم اللي صاموا الرسل. صوم العذراء، الصوم اللي صاموا الرسل عشان يشوفوا نفس المنظر اللي شافه القديس توما الرسول، والملائكة شايلين جسد العذراء بعد نياحتها. سيدنا برضو سؤال من دكتور أكرم يوسف، بيتكلم عن القطعة بتاعة الساعة الثالثة، بيقول معنى جدده في أحشائنا عن الروح القدس، وكمان بنقول في قطعة من القطعة تفضل وحل فينا، فهو بيقول مش روح الله القدوس جوانا ساكن فينا؟ ايه معنى جدده وازاي نقول حل فينا؟ كمان في الصلوة اللي هي قبل التناول بيقول المتناول لسكنة نعمتك وحلول روحك والاتحاد بك، فازاي حلول روحك؟ مش الروح القدس حال جوانا؟ الروح القدس لما بيقول وحلولك يقصد على الذبيحة، عشان يحول الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح. لكن وجود الروح القدس فينا سكناه وعمله دائم، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، بس جدده بمعنى ده التأثير بتاع عمل الروح القدس فينا، أنه يدينا التجديد اللي خدناه في المعمودية بالتوبة، فيبقى تجديد للعمل بتاع المعمودية. المقصود بالتجديد مش تجديد الروح القدس، لا، تجديد حياتنا بعمل الروح القدس، يبقى زي ما المعمودية جددت طبيعتنا، هكذا التوبة تخلي هذا التجديد يستمر. وحلول الروح القدس معناه عمله يعني باستمرار. طيب سيدنا، بالنسبة لأبائنا الرسل السيد المسيح اختارهم بنفسه، فيقول ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. تمام. فدي كرامة عظيمة جدا يعني للأباء الرسل،
ان السيد المسيح اختارهم بنفسه. ما هو ده اللي بيحصل في الكهنوت. يعني ما حدش بيقول خدوني كاهن او خدوني اسقف، ما فيش كده. ده بالعكس، ده بيهربوا يعني عشان مسؤولية. فربنا اللي بيختار الكاهن، بيختار الاسقف، بيختار اي حد بيعمل في الكنيسة يعني. فانا اخترتكم، مش هم اللي اختاروا المسيح. بس احنا برضو اللي بنختار المسيح بارادتنا، بمعنى ان احنا بنرفض الشر عشان نختار الحياة مع المسيح. خد بالك، يعني عمل الخير مرتبط بحياتنا مع ربنا. لو انسان مش عايش مع ربنا، طب هيبعد عن الشر ازاي؟ فدي مشكلة. الاختيار هنا يخص الخدمة يعني. أيوة. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم للخدمة. صح. مظبوط. وبرضو مكتوب أرسلتكم لتصنعوا ثمرا ويدوم ثمركم، للآباء الرسل. لتأتوا بثمر. تأتوا يعني في المحصلة بيجي الكاهن بعد ما يعيد إنسان للتوبة بعيد عن الخطية، يبقى رجعوا لربنا، جايبوا لربنا يعني. فالثمر ينسب لله، هو عمل الله من خلال الكاهن أو الأسقف، وكمان نتيجته ربنا اللي بيحصل عليها أو بيحصدها. أرسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وسيد المسيح اختار الرسل شخصيات مختلفة. يعني طبعا. في منهم القوي وفينهم الوديع، يوم حد منهم مندفع وهكذا. مش حد زي التاني أبدا. يعني 7.5 مليار في العالم، فيش حد بصمته بتاع الإيد زي التاني، أو العين أو الصوت، محدش زي التاني. ولا الشخصية ولا طريقة التفكير ولا المواهب. يعني الإنسان ده قصة وقصة مختلفة عن غيره. كل واحد له البرسوناليتي بتاعته أو طريقته في الحياة، يعني الشخصية بتاعته. يعني ربنا خلقنا مختلفين عن بعض عشان نكمل بعض. يعني دي مقصودة. يعني السيد المسيح بيقول ممكن كلنا نعمل، يعني حتى لو فينا نوع من أنواع الضعفات بتضعف شخصيتنا، لكن هو قابلنا بضعفاتنا وبيهيئنا هو للعمل. بس كمان مطلوب نصلح ضعفاتنا، ما نحتفظش بيها. وهو ده بقى التقدم في الحياة مع الله، إن الإنسان بيرتقي دائما في الحياة الروحية، حس ضعفاته بيخلص منها، صفاته بيقويها ويجددها، بحيث تبقى دايما للأفضل يعني. أي. طيب سيدنا، الآباء الرسل يعتبروا هم كتار، يعني الاثنى عشر مضاف ليهم 70 رسول، وأيضا شاول الطرسوسي فيما بعد معلمنا بولس الرسول، مش كده؟ يعني كلهم آباء رسل. تمام. بمعنى أنهم نالوا نفس كرامة الإرسالية. يعني صحيح معلمنا بولس الرسول ظهر له المسيح بعد ما صعد السيد المسيح، لكن ظهر له وكلفه. والكنيسة كمان سامته، مش كده؟ يقول حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. توما الرسول ما كانش حاضر مع التلاميذ العشرة، وجي المسيح في ظهوره بعد أسبوع واداله نفس ما أخذه الرسل. يعني عمل ربنا عمل متجدد باستمرار، يعني مش واقف على زمن معين. يعني ربنا فوق الزمن، في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة له حاضر دائم. ما فيش حاجة تعتبر فاتت وحاجة جاية، لا. ربنا الزمن عنده غير محدود. سيدنا، نلقب الاثنى عشر، نلقبهم الاثنى عشر تلميذا أم الاثنى عشر رسولا؟ هما برضو كلمة تلميذ لأنهم عاشوا مع المسيح في 3 سنين، فهم تميزوا عن 70
في انهم عاشوا مع المسيح 3 سنين، فعشان كده التلاميذ الاثني عشر مميزين شوية. فنطلق عليهم يعني تلميذ، ونطلق عليهم ايضا رسل، تلاميذ ورسل. بالضبط، تتلمذوا وارسلوا. الاباء الرسل احبوا سيد المسيح محبة عظيمة جدا، يعني عشان كده قدروا ان هم يخدموا، قدروا ان هم يلتصقوا ويتعلموا منه. طبعا هو الحقيقة الحياة مع ربنا الإنسان بيتعلم منها، يعني لما الواحد يقضي فترة خلوة في مكان خلوي هادئ بيكتسب الهدوء. يعني لو إنسان شوية عصبي مثلا وقعد في مكان هادئ هيهدى. صحيح. فدايما الإنسان محتاج يغير في نفسه للأفضل باستمرار. ومعلمنا بطرس الرسول يقول: ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك. دي محبة عظيمة يعني. طبعا، بس هو اللي طلبه. يعني بولس الرسول ما فرضش نفسه على ربنا ولا أي حد من الرسل، هو اللي اختارهم. لذلك في الكهنوت محدش يفرض نفسه على الكنيسة، لا، ربنا اللي بيختار من خلال الكنيسة. قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي يعطى لهما. فافرزوا، ده عمل الكنيسة، انها ترسم الانسان يعني في الدرجة او الرتبة اللي يستحقها. لكن محدش بيقدم نفسه ويقول ارسموني. محدش كده. ولو طلب وجري ورا الكهنوت يبقى مش مقدر لمسؤوليته. فبالتالي الكنيسة ما بترسمهوش يعني. لأنه مدام عايز يبقى حابب الكرامة مش التعب. ومش عارف مسؤوليته قدام ربنا شكلها إيه. اللي يعرف المسؤولية يعتفي، يهرب. بس يا سيدنا برضو الاعتفاء يعني مش مفروض يعني، مش كده؟ يعني لو هيقاوم إرادة ربنا لا. يعني لازم يبقى سامع صوت ربنا كويس في التكريس بالذات، يعني لازم ربنا يحسسه بصوته. يعني طول ما هو حاسس ان لا انا مش مؤهل لكده او مش هقدر على كده يعتفي. لو يعني هيتعب او هيتأثر بكده ما نضغطش عليه، يعني ما يعني هو ما يجريش ورا الرتبة والرسامة ولا يقاوم، يعني يبقى مطيع. الآباء الرسل تسلموا العقائد واللاهوتيات والطقوس من الرب يسوع نفسه. طبعا. علمهم 3 سنوات، ومش كل اللي علمه لهم اتكتب، عشان كده في تقليد الرسولي، ما سلمه القديس ماري مرقس للكنيسة وكل رسول في مكانه بقى. هو ده الإنجيل الحقيقي، مش بس اللي اتكتب، لأن في حاجات مش مكتوبة. عشان كده في قوانين الرسل يا سيدنا. تقريبا 127 قانون تقريبا. بالظبط، اللي بيكمل بقى الـ الـ الحاجات اللي مكتوبة. ولولا الاباء الرسل ما كناش عرفنا الايمان، يعني ما كانش وصل لنا الايمان السليم يعني. ده كلام صح. لانهم استلموا منه، يعني حرص انه يسلمهم عشان يسلموا للشعب. يعني انيانوس البطرك اللي بعد ماري مرقس شاف القديس ماري مرقس وعرف المسيح قال لماري مرقس ايه اللي تعلمه، وهكذا بقى النفخة اللي خدوها الرسل والتلاميذ من السيد المسيح ادوها للي رسموه. مسؤول كبير لحد دلوقتي في الصيامات. نفس النفخة، نفس النفخة بتاع المسيح. نفخ في وجوههم ولهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطايا غفرت، ومن أمسكتم خطايا أمسكت. ده سر الكهنوت. بالظبط. طب سيدنا، يعني في كنائس كتيرة مش على أسماء الآباء الرسل، يعني أو الآباء الرسل مش بتتسمى بيهم كنائس كتيرة غير بس معلمنا ماري مرقس، معلمنا ماري بطرس، معلمنا ماري بولس،
باقي الآباء الرسل مفيش كنايس تقريبا باسمهم. ده صحيح. يعني هي الست العذراء والشهيد العظيم ماري جرجس ويعني المشاهير. مش كنيسة ماري متى مثلا؟ ممكن ماري توما ممكن. أو كنيسة الرسل مثلا. يعني يمكن لو إن في طوائف بتسمي كده. أظن فيه في أطفيح كنيسة باسم الآباء الرسل. ممكن. أظن كده. ممكن. سيدنا معلمنا لقى الإنجيلي لما كتب سفر أعمال الرسل ذكر لنا القصة بتاعت كارنيليوس، فنلاقي بقى في القصص بتاعت سفر أعمال الرسل عقائد كتيرة قوي أكد عليها الكتاب المقدس، من ضمنها قبول الأمم. كارنيليوس كان أممي. إحنا في آية في أفسس تقول إن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعدهم في المسيح بالإنجيل. أيوه ده كان قائد 100 كارنيليوس. يعني هو التسليم هو الأساس. يعني طالما الإنسان مدعو من الله بس عنده إيمان، طبعا الإيمان والمعمودية والأسرار وكده ده الأساس. عشان كده لما أمنوا 3000 بعد العظة بتاع القديس بطرس الرسول قالوا لهم ماذا نفعل أيها الإخوة بعد ما أمنوا، فقال لهم توبوا وليعتمد كل منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا الروح القدس. وبالتالي من خلال القصة بتاعت كارنيليوس في سفر أعمال الرسل لأننا في أعمال معينة لازم نعملها للخلاص. يعني قال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. هنا بقى الاستعانة بالكهنوت. يعني بولس الرسول شاول الترسوسي أرسل إلى حنانيا رئيس الكهنة، مش اليهودي المسيحي. يعني أسقف دمشق اللي هو أسقف أنطاكيا دلوقتي اللي هو البطريرك، هو بيسموا البابا الإسكندرية اللي هو أسقف الإسكندرية، كرسي إسكندرية. في كرسي أنطاكيا. وأنطاكيا اللي هي الشام يا سوريا. سوريا. فالكراسي دي كان 4 كراسي رسولية وبعد كده كرسي القسطنطينية، فأصبحوا دي كراسي رسولية أسسها الرسل القديسين، سواء حد من الاثناشر أو حد من السبعين. بس كان فيه في السبعين رسول شمامسة. كان فيه يا سيدنا؟ شمامسة. يعني رتبته الكهنوتية شماس، لكن مرسل رسول. فمنهم مش كلهم درجة الأسقفية يعني، لكن الاثناشر كلهم درجة الأسقفية. أنا مداخلة أستاذة ميري. ألو. ألو تفضلي بسؤالك. أهلا بيك. سلام أتسابونا. سلام ونعم. مطن يا سيدنا. أهلا بحضرتك. جابتك. أنا كنت عايزة بس أسأل، يعني إن أنا مثلا لما بمجي هو رب المجد قايل لنا يعني ما تفتخروش بإن كنتوا بتعملوا عمل صالح، لكن أنا بتجيلي لحظة لما بعمل عمل حلو بتجيلي لحظة إن أنا بحقق حاجة، إن هو لما قال إن يروا أعمالكم فمجدوا أباكم، هل دي خطية؟ لا حلو، بس ما أقصدش أنا أبين نفسي في العمل الصالح. مش أبين، بس بفرح بإن أنا شافني مثلا أو شافتني واحدة ديانة أخرى فبتقول الله المسيحية شو بتعملي، ده هل من جوايا كده إن أنا ببقى غلط؟ لا دي قدوة، دي قدوة حلوة، بس الإنسان ما يسعاش لأجر من الناس يبقى استوفوا أجرهم، زي ما السيد المسيح قال متى صليت ادخل مخدعك واغلق بابك حتى لا تظهر للناس، عشان ما يبقاش استوفى أجره يعني بالمديح. فحلو إن الإنسان يبقى قدوة، ده حاجة جميلة، بس ما يبقاش هدفه إنه يمدح من الناس يعني. لكن لو فرحت باللي هي بتعمله ده حاجة كويس.
بس هي بتقول أنا ساعات بحرص إن أنا أقول أنا بعمل إيه عشان الناس يستفيدوا يعملوا زيي يعني. فدي ساعات تبقى تخلي الناس يدوا للشخص كرامة فيضيع أجره ما يبقالوش أجر. لا المهم الدافع بقى جواها إيه، هي بتعمل كده ليه؟ بالظبط كده. يعني في ممكن ناس تمتنع عن الصلاة يقول لي أنا ما صليش قدام حد. لا طبعا هو بيته، طب ما يصلي، لا ما يجيلهاش حاجة. طب ما الأسقف والكاهن بيصلوا في الكنيسة قدام الناس كلها، ومطلوب إن يكون إنسان روحاني يظهر تأثره بالصلاة عشان الناس تستفيد. دايما أقول للأباء واللي بيخدموا يعني لو أنت ما استفدتش من الكلمة يبقى الناس مش هيستفيد. أي صحيح. فأنا أستفيد أولا أي من الصلاة، من الكلمة، من الحاجة اللي أنا بعملها، وإلا الناس هتستفيد إزاي؟ ده اللي بيطبخ حاجة بيدقها. بالظبط. وبياكل منها. بياكل منها. معانا مداخلة أستاذ ميخائيل. ألو. رمضان يا سيدنا. أهلا وسهلا. قبل أيادي يا سيدنا، كل سنة ميافتك طيب يا سيدنا. حضرتك بخير، أهلا وسهلا. قبل أيادي أبونا. تعيش حبيبي، أهلا بيك. كل سنة وأنتم طيب أبونا. أنت طيب حبيبي. ميافتك في حد الشاعنين صلاة الجناز قالوا إن هي تصلى بالطقس السنوي. ومن أيام طولة العمر ميافتك، ميافتك لما هجرة بقينا بنصلي بالطقس السنوي. لكن بعض الكنائس بتصلي بالطقس الحزيني. أنا شوف خرس ألحان فبحب أستفسر عشان كتوحيد، هل الطقس السنوي هو الصح ولا الطقس الحزيني هو الصح؟ وأصل صلاة الجناز العام ده صلاة الساعة التاسعة من يوم أحد الشعانين. نعم. فده جزء من صلاة البسخة، فلازم يبقى أدريبي مش سنوي. يعني مجرد ما بنقفل الستر بعد التناول بعد القداس خلاص بنبدأ بقى طقس البسخة. فازاي يكون يبقى طقس سنوي؟ طقس أدريبي طبعا. عشان كده بنختم الصلاة بتاع الجناز العام زي ختام البسخة. وسيدنا بنرش المية في قداس حد الشعانين بعد التجنيز، أنهي مية؟ ده للأشخاص مش الشعب. للخوص، للشعب. لا للشعب. أيوة. أنهي مية؟ المية بتاعت التجنيز؟ مية التجنيز طبعا. معانا مدخن أستاذ بشوي. ألو. ألو. تفضل بسؤالك، أنت على الهوا. السلام عليكم سيدنا قبل آلي. أهلا بيك حبيبي. تعيش سيدنا. كنت اتصلت الاسبوع اللي فات بسال ينفع بخصوص معهد الدراسات القبطيه عشان من لجنه الكليريكا المعهد هناك. كنت فرع من لجنه الايمان اللي تبع يافتك سيدنا. فكنت بسال بخصوص معهد الدراسات الاسبوع اللي فات. اي فليه معهد الدراسات ما بيعترفش بشهادات الكليريكيه مع انه يعني هو النظام ده حط من 2019، لكن قبل كده كان بيقبل. وحضرتك اقعد مع الشخص المسؤول وناقشه واعرف ليه. احنا طبعا مش جهة ندخل في الحاجات دي، يعني احنا بنعلم فقط. فده شيء خاص بالمعهد. طبعا شيء خاص بمعهد معين، احنا مش مسؤولين يعني. فسيدنا بقى سفر الاعمال بين لنا ضرورة المعمودية وضرورة الكاهن مشارطا. يعني طبعا سلمنا حاجات كتيرة قوي. بالظبط. المهم ان احنا ندرسه ونفهمه ونعرفه. فالقصة بتاعت اختيار برنابة وشاول للخدمة من خلال برضو سفر اعمال ابائنا الرسل، وضح معلمنا لوقا دور الكنيسة. مكتوب بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. دايما أقول إن ربنا يسوع استودع عهده في الكنيسة في خميس العهد. العهد الجديد بدأ بدم المسيح يوم الجمعة، جمعة الصلبوت. لكن هو إدى دم الصليب وجسد القيامة قبل أن يصلب ويقوم، فاستودع
العهد للكنيسة. لذلك اللي عايز يستفيد من هذا العهد بيروح الكنيسة. خلال الكنيسة. مفيش معمودية في البيوت دي في الكنيسة. مفيش اعترافات يعني وأسرار وتناول في البيت، كلها في الكنيسة. إلا إذا كان البلد مفيش كنيسة بيبدأوا ببيت يعني. بس احنا نشكر ربنا في عهد يعني بيبنوا في كل مكان كنيسة، والرئيس نفسه بيهتم بكده يعني. طبعا شيء عظيم طبعا. فوضح بقى ان في سفر اعمال الرسل الحاجة للصوم والحاجة للصلاة والحاجة الى وضع الايدي. تمام. وضع اليد معناها ملكية الله، يقول لك وضع ايده على البيت ده يعني سكن فيه يعني. ففكرة وضع اليد في رتب الكهنوت مقصود بيها ملكية الله على الشخص، أن أصبح الله يملكه بيشتغل بيه. زي واحد بيكتب بقلم، القلم ملوش فضل، لكن اللي بيكتب بيه هو اللي له فضل، ده فكر اللي بيكتب بيه. حلوة جميلة. وضع اليد زي ما يقولوا ملكية. دي ده بوضع اليد، الارض دي اتخذت بوضع اليد. ملكيه بوضع اليد، بوضع اليد. بس مش وضع الرجل. برضه سفر الاعمال سيدنا اهتم بالعقيده، فكان في فكره التهود في الكنيسه الاولى، فصنع الكنيسه عملت مجمع مخصوص، مجمع اورشليم. تمام. مكتوب ان لم تختتنوا حسب عاده موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. الفكر دوت مش مظبوط. فيتقال لذلك أنا أرى ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. هذا يقول رأى الروح القدس ونحن. ده مجمع الرسل التلاميذ. ورأى الروح القدس ونحن ألا يثقل على الراجعين، لكن يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والميت. ليه بقى؟ الزنا دي من الخطايا الصعبة اللي تنجس الإنسان أو تدنسه يعني، أو تخرجه من مجال القداسة يعني، فعشان كده مفروض يبتعد عنه. وكمان المخنوق اللي هو ما مش مذبوح بطريقة سليمة يعني، والدم محدش بياكل دم او يشرب دم او كده، لان الدم هو الحياه. فمش مفروض انسان يشرب دم حاجه، لانه كده بيقضي على الحياه. النفس الحيوان في دمه. ايوه. فعشان كده منعوا الثلاث حاجات دول، ومنعوا التهود. يعني مش شرط ان الانسان الاممي الوثني اللي عايز يبقى مسيحي يبقى يهودي اولا. لا يعني قالوا الكلام ده مش صح، لانه كانوا الاول بيشترطوا هذا يعني. والمخنوق عشان صحيا يا سيدنا، صحيا مضر يعني ولا؟ يعني مخنوق يعني اتحبس دمه في المكان، اتخنق مات، فما نزلش منه دم يعني. طريقه الذبح الدم لازم ينزل من اي حيوان او طير يذبح. فمنعوا عن المنع يعني عن الزنا والمخنوق والدم. طيب سيدنا، احنا يعني سفر الاعمال اهتم بالعقيده، فناخد بقى في الجزء الثاني بعد الفاصل بعد اذن نيافتك. اتفضل. ناخد اهميه العقيده ان شاء الله. فاصل قصير ونعود مره اخرى مع نيافه الحبر الجليل الانبا بنيامين. Oh.
أخرى أعزائي المشاهدين مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين. في الجزء الثاني من الحلقة هنتكلم مع سيدنا عن إيه هي العقيدة، أهمية العقيدة، مصادر العقيدة، لمين نشرح العقيدة، هل السيد المسيح اهتم بالعقيدة ولا لا. يعني كلام مهم جدا ننصت إليه ونسمع من سيدنا من فم سيدنا الجليل أنبا بنيامين. سيدنا، إيه هي العقيدة؟ ما يعتقده الإنسان يعني الأساس الإيماني بتاعه. يعقد يعني يكون المكون الأساسي. يعني لما أقول حياة الإنسان، إيه اللي بيدي الحياة؟ الدم. لو دمه تصفى يموت، فيبقى الدم عشان كده منع سفك الدم. يعني لا أحد مخول له أن يسفك دما. ده اللي بيذبح فرخة بياخد حل أو حيوان أو كده، فممنوع سفك الدم لأن الدم هو الحياة. مثلا دي عقيدة الحياة، يعني الشيء الأساسي في الإيمان هو العقيدة، يعني هي ما تنعقد عليه الحياة. ينعقد عليه الإيمان، ينعقد عليه الحياة، ينعقد عليه التصرف الشخصية. يعني بدون العقيدة ما فيش إيمان أو ما فيش حياة سليمة. معناها أنه خارج دايرة الإيمان لو عقدته غلط. يعني سيدنا، هل برضو في تعريفها هي الاتجاهات التي تحدد السلوك وهي القناعات والمبادئ التي تقوم عليها العلاقة مع الله؟ بالضبط كده. يعني هو السيد المسيح سلم التلاميذ كيفية الحياة مع الله في حديثه عموما. يعني ولذلك مهم قوي ان الانسان يعرف ازاي يعيش مع ربنا، ازاي يبقى له الايمان السليم الارثوذكسي الحقيقي اللي هو بيديله الأحقية في الاشتراك في الاسرار. يعني الإيمان له شقين، شق فكري وذهني وشق حياتي. تنفيذ. يعني لولاش بني إسرائيل اللي ماشيين ورا موسى صدقوا إن ربنا هيفتح البحر ويمشوا فيه ويعدوا، ما كانوش طلعوا ووقفوا قدام البحر. وقال الرب لموسى مد عصاك، فلما مد العصاية خرجت منها روح، يعني ريح فتحت المية وعبروا واتقفل البحر لما جه فرعون يعدي، وكانوا هم عدوا من البحر. ولذلك ما ينعقد عليه سلوكيات الإنسان أو حياة الإنسان أو مبادئ الإنسان أو علاقة الإنسان بربنا، دي مهمة جدا جدا كإيمان حي عملي. فالإيمان له الشق الفكري والشق الحياتي. آمن الشعب بعمل الله فوقف قدام البحر، فلما مد موسى زي ما قلنا العصاية اتفتح البحر وعدوا. فالعقيدة تؤثر على السلوك. بالضبط كده، السلوك مرتبط بالعقيدة. فالإنسان اللي عقيدته غلط يبقى إيمانه غلط. سيدنا، تسمى أيضا دوغما، كلمة يونانية بمعنى دوغما، مبدأ أو قرار. بالزبط. قرار لا ينقض، يعني الأساس. الأساس في الإيمان يعني. الدوغما. والعقيدة تهتم بدراسة حقائق الإيمان المسيحي بهدف توضيح الإيمان. يعني مهم جدا إن احنا نوضح إن بدون توبة ما يقدرش يتعمد بالنسبة للكبار. بدون توبة ما يقدرش يتناول، خد بالك، بدون توبة اعترافه يبقى مالوش قيمة. دي عقيدة ما تتغيرش، يعني الأساس الإيماني الذي لا يتغير. وده بيبقى جوه الإنسان مش باين، فعشان كده التست بقى هو ده اللي اختبار كده يعرف ماذا ينعقد عليه إيمانه. يعني زي مثل وجود الله، يعني الإيمان بوجود الله. دي عقيدة هامة. ربنا مش موجود،
ازاي هامن بيه؟ ده كان كلمه البابا شنوده، ربنا يناح نفسه، اي حاجه تتعبه او تبقى صعبه قدامه ربنا موجود. ربنا موجود يعني، وكله للخير ومسيرها تنتهي يعني، ربنا موجود دي الاساس يعني. الايمان بالثالوث القدوس عقيده مهمه، عقيده الثالوث طبعا. يعني على اساس ان الاقانيم تكون طبيعه الله يعني، ده بتحل مشاكل كتير قوي يعني. سؤال، قبل ما ربنا يخلق الملائكة والبشر كان بيحب مين؟ لو أقنوم واحد يبقى بيحب نفسه؟ يعني حاشا أن الله يكون أناني، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فمهم قوي أنه فكرة الثالوث، الآب يحب الابن والابن يحب الآب والروح القدس روح الحب، وكل واحد في الأقانيم غير محدود، فهم في بعض يعني. زي الشمس، الأشعة بتولد الأشعة وينبثق منها النور، والأشعة تحمل النور والحرارة، فالحرارة في الأشعة في القرص شمس واحدة. فالطبيعة الإلهية فيها الأقنومية يعني التخصص. ومش معنى كلمة ابن يعني مولود من جسد يعني، لا، زي ولادة الفكر من العقل، دي حاجة معنوية خالص. وزي ولادة الشعاع من المصدر، قرص الشمس من قرص الشمس او مصباح او واتيفر المصدر يعني. فمهم قوي القواعد دي تكون اساسيه تنعقد عليها حياه الانسان حسب عقيدته. معنا سيدنا مداخله استاذ مينا. الو، سلام يا بونا. سلام يا حبيبي. سلام سيدنا. اهلا مينا. عندي ثلاث اسئله سيدنا لو سمحت. بالثلاثه كده؟ ماشي. السؤال الاول، لو قداس في دياكن او ارش دياكن، هل ممكن يناول نفسه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل ممكن يناول الشمامسه اللي معايا؟ السؤال الثالث، لو الدياكن او الارش دياكن حاضر قداس ولابس السنيه، وفي معانا اب كاهن ثاني مش لابس السنيه جاي في جزء من القداس او في نهايه القداس ما اشتركش في الصلاه في وقت التناول بالدم، اللي يشترك في التناول او اللي يناول الدم الارش دياكون ولا الكاهن الاخر اللي جه في نهايه القداس؟ وشكرا سيدي. اسئله جميله مينا، شكرا جزيلا. السؤال الاولاني، الشماس يناول نفسه والشمامسه الدم ولا لا؟ طقس الكنيسه اصلا اللي يناول هو الذي يقدس القرابين. شماس لا يقدس القرابين، لكن خول إليه أو يعني كلف بأن يساعد الكاهن في تناول الدم للناس. لكن بالنسبة لنفسه والشمامسة، أبونا اللي بيقدس القرابين هو اللي يناولهم. ده الدم. دم ولذلك ده مجرد مساعدة. الشماس الودياكون او الديكون باليوناني وبالقبطي، والارش دياكون يعني بيساعدوا في هذا، بس بشرط زي ما بينطبق على الكهن يكون متفرغ، مش شغال في حاجه، يكون متفرغ ولابس الزي وبيطلق لحيته وبيلبس بقى زيه في الخدمة وبره، زي كاملا، وما يخلعش الزي أبدا، وليس له عمل آخر، مكرس تكريسا كاملا زي الكاهن بالظبط. طب سيدنا مينا سأل سؤال ثالث، يقول في حال أن في أب كاهن لوحده بيصلي القداس
وفي اب كاهن جه متاخر فعشان ممكن يناول الكاس يعني، لكن في دياكون موجود ولابس التونية بتاعته ومشترك في الصلاه. لا، الكاهن اللي يناول الدم، مش الدياكون. مش الدياكون، لا، لان الاولويه لمن يقدس القرابين، لمن في سلطانه يعني تقديس سلطانه. فوجود الكاهن طبعا يعني يبقى اهم او اولى. شكرا سيدنا للتوضيح. أيش من ضمن العقائد طبعا عقيده التجسد والفداء. ايوه طبعا، بدون التجسد والفداء ما فيش خلاص. فلازم هذا في صلب الايمان يعني كعقيده. فبدون تجسد وفداء ما فيش غفران للخطيه. طبعا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا نؤمن ان خطايانا غفرت على الصليب، المسيح دفع الثمن. هي المشكله في الخطيه الثمن. يعني لما واحد يقتل حد نقول له طيب مين يقدر يدفع ثمن الخطيه دي؟ يقول طب هتوب. توب، تسلم نفسك بقى، لأن سافك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دمه. لو ما سلمش نفسه للشرطة يبقى ده ما تقبلش توبته. الزاني زنى مع واحدة يتزوجها، لو كانوا شباب غير متزوجين يعني، ولو كان بقى متزوج وزنى بيتفصل عن زوجته إلا إذا قبلته هي بقى، سمحته. والعكس طبعا، لو هي اللي عملت كده وقبلها هو خلاص ما فيش مشكلة، قبول الطرف البريء للطرف الزاني. وطبعا الطرف البريء هو اللي بياخد تصريح بالزواج بعد الطلاق يعني بسبب الزنا، والطرف المدان ما بياخدش تصريح. معنا سيدنا برضو مداخلة، أستاذ عايدة. الو استاذ عايده، يا بتسمع من التليفون؟ ايوه من التليفون بس، ما حدش رد عليا. اتفضلي انت على الهوا، اتفضلي. سيدنا معاكي. مين معايا؟ سيدنا معاكي، اتفضلي قولي سؤالك يا ماما. سيدنا، اهلا بيك. انا تعبانه، رجلي مش هقدر امشي بيها خالص، اللي جاني في رجلي. عايزه بطرد. ايه ده؟ وجيت انا مش قادره تمشي، تعبانه، مش بعترف يعني، ما حدش بياخد اعترافي. الاعتراف. او اصلي يا بلاد يا سيدنا، ربنا معاك يا ماما. انا مش هعترف يعني، مش هعترف. هي قاعده في البيت تعبانه. وكده ما بتعترفش. رجلي الاثنين فجأة كده. سلامتك، ألف سلامة، ربنا يشفيك. الكاهن يروح لها بقى ياخد اعترافها. ممكن أبونا يمر عليك وياخد اعترافك كل فترة، أب اعترافك يعني، ويصلي لك، مفيش مشكلة يعني. ألف سلامة عليك. معانا أستاذ ماهر. ألو، اتفضل بسؤالك. معاك سيدنا، معاك سيدنا يا أستاذ ماهر. أيوة. اتفضل السؤال. اتفضل بسؤالك، قول سؤالك. مساء الخير يا أبونا. أهلا وسهلا، اتفضل قول. مساء الخير يا ابونا. مساء النور يا حبيبي، اتفضل بسؤالك. قبل ايادة سيدنا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. كنت عايز اسال قدسك يا ابونا، لما نزل الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين، التلاميذ امتلأت من الروح القدس، ده أول سؤال ليا. ازاي نقدر نعيش احنا الفترة بتاعت اللي عاشوا فيها التلاميذ لما امتلأوا من الروح القدس؟ ده أول سؤال. تمام. ثاني سؤال يا ابونا، بالنسبة للعقيدة، هل ان انا اقدر اناقش العقيده بتاعتي مع الاخر في مجال العمل، في مجال البتاع، ولا دي ممكن تسبب لنا مشاكل؟ طيب حاضر، اسمع بقى الاجابه من التلفزيون. ماشي. السؤال الاولاني، الامتلاء، كيف نعيش الامتلاء ملء الروح؟ هو اصل ساعات الطوائف بتربط الامتلاء بعمل الروح القدس بالتكلم بألسنة، بحاجه ظاهره يعني. لكن أهم حاجة يعملها الروح القدس هو قيادتنا للحياة الروحية الكاملة السليمة، بحيث نبقى يعني محبين للصلاة، مش بنزق نفسنا على الصلاة،
نبقى حابين كلمة ربنا، نبقى حابين خدمة الناس كده يعني. يبقى روح ربنا بيعمل بينا، بيشتغل بينا. لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. فاللي بيتمتع بعمل الروح القدس مفروض يكون شخص أكتف، يعني نشيط وإيجابي، ما يحبش سلبيات، وبيسلك باستقامة وبفكر مستقيم. وفي بقى الفضائل، الوداعة والتواضع والمحبة وكده يعني، الطهارة والتعفف، يعني الفضائل. سيدنا كان سؤاله الثاني، هل ممكن يناقش العقيدة بتاعته مع الآخر؟ ما هو الخوف انه ما يكونش عنده الأسانيد والقوة في الإقناع فيقنعوه. يعني مش كل إنسان يقدر يتناقش، لأنه ممكن يشكك. لكن لو عنده القدرة، لو عنده القدرة ممكن. مش مانع في حال ان الاخر بيتساءل، مش كده؟ ممكن. مش هو اللي يفرض، مش هو اللي بيفرض نفسه يعني. كونوا مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف. سبب الرجاء الذي فيكم مفروض معناها ان الانسان بيسلك سلوك روحي ممدوح من الكل، يعني بيتعلموا منه يعني. فبيسألوه انت وصلت للحكاية دي ازاي، عن الحاجات الحياتية الروحية، مش المناقشات الفكرية يعني. لان المناقشات الفكرية دي ممكن تعمل يعني زعل ومشاكل وكده يعني. الا اذا كانت كنائس تتفاوض معا في امور العقيدة يعني، دي مسألة تانية بقى. اما المباح دول قيادات بقى. لكن نيافتك تقصد الأولين ده، أما المباحثات الغبية فاكتنبها. غبية بمعنى ملهاش ثمر يعني، ملهاش فايدة، فيها خناقات يعني، فيها ما فيهاش التفاهم يعني. لكن بيدخلوا في بعض شمال يعني. ما ينفعش يعني. يا سيدنا، الأسرار الكنسية من ضمن العقيدة؟ طبعا، لأن هي اللي بنعيش بيها إيماننا. يعني أنا مؤمن بغفران خطيتي في الاعتراف، فأؤمن إن أبونا بياخد خطيتي يحطها على الذبيحة، عشان كده بتغفر، وباخد الدم ثمن الخطية فأتبرأ منه، ما بقاش مسؤول عنها. فده اللي بيخليني أسلك كده. مؤمن إن اللي على المذبح جسد ودم المسيح بعد حلول الروح القدس والتحول، يبقى أنا باخد دم الصليب وجسد القيامة، شركة القديسين والملائكة وشفاعتهم. أيوة بالظبط. ودي في الإلحان بقى جميلة. الهيتينيات وأربع الناقوس، يعني دي حاجات جميلة بقى تخلي الإنسان عايش الكنيسة يعني. طيب، الدوام بتولية الست العذراء وكونها والدة الإله، هذا أيوة. أيضا عقيدة. تمام. يعني يمس الخلاص. بالظبط. برضو يوسف البار أو النجار يقولوا عليه كان أرمل وبتاع، لا هو كان بتول، بدليل انه خد العذراء في بيته يعني، لانه بتول وهي كانت بتول برضو. العقيدة سيدنا تستمد اهميتها من ان السيد المسيح هو بنفسه اللي وضعها؟ طبعا اكيد، يعني هو اللي علمها للتلاميذ اللي كتبوا عن العقيدة، سواء البشائر او الرسائل. وان الاباء الرسل قرزوا بيها. اكيد. والاباء الاولين يعني حفظوها. طبعا. وعلى جيل بعد جيل بنحفظ هذا الإيمان، ومن يخرج عن هذا الإيمان ما يبقاش أرثوذكسي يعني، لازم يبقى له نفس إيمان الكنيسة التي يتبعها، مش إيمان تاني. والليتورجية عموما بتشرح العقيدة. القداس، الطقس. الطقس والليتورجيا دول بيعيشون الإيمان بتاعنا. قانون الإيمان ده مو الليتورجيا، يعني ترجموا الإيمان إلى قانون بيوضح ما هو الإيمان يعني. يبقى كل ده بيعكس مدى أهمية طبعا العقيدة. بالظبط. ومن أجل العقيدة عقدت مجامع، وفي أشخاص حرمت لما ظهرت هرطقات. يعني مثلا لما ظهر إن المسيح مش مساوي للآب، خد بالك.
فعلى طول تصدت الكنيسة لهذا، لأن لو مش مساوي للآب يبقى إله انترميديت، يعني مش كامل الألوهة. طب يبقى الصليب ما نفعش، لأنه لازم الخلاص يبقى غير محدود عشان يكفر عن الخطية غير المحدودة الموجهة لله غير المحدود، لأن كل خطية بتاخد حجم المخطئ إليه. العقيدة في حد ذاتها ليها بعد خلاص يا سيدنا، مش كده؟ يعني بدونها ما نخلصش. بالضبط، يعني هي اللي بتخلي إيمانه صحيح، العقيدة. ما انعقد عليه إيمانه يكون صحيح، مش خارج عن الإيمان الصحيح. لمين نشرح العقيدة يا سيدنا؟ مفروض نشرحها لكل الناس، بس بالطريقة اللي تناسبهم. يعني البسطة غير العلماء، غير الفلاسفة، غير الأطفال، يعني كل نوع يحتاج إلى طريقة لشرح العقيدة، بحيث الإنسان يقدر يقدم الفكر المناسب للمستوى المناسب بتاعهم. يعني يفتك تشجع ان في القداس، العزة بتاعت القداس بين وقت والتاني تبقى عن شيء عقيدي؟ لو لازم الامر، يعني يوم عيد حلول الروح القدس لازم نتكلم عن حلول الروح القدس، وازاي المسيح وعد انه لما يصعد سيرسله لنا، مش كده؟ وقال ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي الباراكليت. وطبعا في فرق بين الباراكليت والبيراكليت. البيراكليت مأخوذة من الحمد، لكن باراكليت المعزي، ده دي حاجة ودي حاجة. يعني روح الله أقنوم، يمكث معكم ويكون فيكم. ده مش يمكث معكم ويكون فيكم، مش شخص محدود يعني. طيب سيدنا، مصادر العقيدة من أين؟ مصادر العقيدة أولا الكتاب المقدس، ثانيا التقليد الكنسي اللي استلمناه من الرسل وعلى مر الأيام بقى، والمجامع المقدسة وكده، وكمان سير الآباء القديسين لأنهم عاشوا هذا الإيمان، وكمان الطقس الكنسي ده بيحفظ هذا الإيمان، وممكن تاريخ الكنيسة أيضا. يعني في قوانين المجامع. طبعا المجامع بقوانينها كله طبعا. السيد المسيح اهتم بالعقيدة طبعا. يعني لما اتكلم مع التلاميذ عن الفريسيين، كلامه عن صفات الفريسيين خارج الإيمان الحقيقي أو الصادق أو المظبوط، يعني فبين قد إيه الإنسان ممكن يخرج عن الإيمان ويبقى هو المنوط به الدفاع عن الإيمان. يعني الكتب والفريسين دول ناس قيادات دينية يهودية. سيد المسيح قال لهم ماذا تظنون في أو في المسيح؟ يعني قالوا له ابن داود، فقال لهم اتناقش معاهم، قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يقصر أحد أن يسأله بتة. يعني بين لهم أن ابن داود بالجسد هو الابن الكلمة من الآب السماوي. عشان داود بيقول له ربي. قال الرب لربي. اهتم بالعقيدة. طبعا. وقال من يقول الناس اني انا. او من يقول الناس في ابن الانسان. يعني مش مهم رأي الناس، لكن هم بصين له ازاي، يعني ايمانهم ايه بالنسبة له. يعني قالوا له كأحد الانبياء. فلما بطرس قال لهم، سألهم يعني، وانتم من تقولون؟ لو أنت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له طوباك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن
أبي الذي في السماوات. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. على هذا الإيمان يعني. صخرة الإيمان. أيوه. السيد المسيح اهتم بسر التوبة والاعتراف، قال الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وكمان دافع عن المرأة الخاطية في ضد سمعان الفريس اللي دانها. ودان المسيح، أدان المسيح لأنه سمح لها تغسل أمشاط المسيح بدموعها وتمسحهم بشعر رأسها. يعني قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها أنها خاطئة، كان اللي يلمس زانية أو تلمسه يبقى تنجس، ده في العرف اليهودي يعني. فالسيد المسيح دافع عن المرأة الخاطئة، وده دفاع عن التوبة، عن الإيمان يعني. والسيد المسيح يهتم بسر الإفخارستية، وإنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 6 يتكلم كتير عن الإفخارستية، والآية المشهورة يوحنا 6:53 الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. يقصد الحياة الأبدية. يعني مش ممكن إنسان هينال الحياة الأبدية إلا إذا تمتع بهذا يعني تناول. فالآباء الرسل اللي استلموا العقيدة من السيد المسيح نقلوها للكنيسة، والآباء حفظوها لحد ما وصلت إلينا. كان جزء من كرازتهم في كل مكان ذهبوا إليه، لأن كل رسول راح مكان فكرز فيه حتى نشر الفكر، فكر المسيح. حتى معلمنا بولس الرسول يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. جميلة يعني الفكر اللي اتنقل من المسيح للتلاميذ هو فينا، وده البعد الرسولي بقى للكنيسة يعني. كنيسة رسولية. عشان كده أقول على الكنيسة رسولية. أيوة طبعا. يعني مستلمة الإيمان من الآباء الرسل. طبعا. أو مؤسسة على أساس الإيمان اللي سلمه المسيح للرسل. والسيد المسيح هو حجر الزاوية. بالظبط. أساس الرسل. السيد المسيح اهتم بالصوم أيضا، قال ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم حين إذن يصومون. بمناسبة حجر الزاوية، الأنبياء والرسل، الأنبياء تنبأوا عن مجيء السيد المسيح، والرسل كرزوا بالسيد المسيح. هنا بقى المسيح هو حجر الزاوية، الزاوية دي اللي الإيمان نقل للأنبياء فتنبأوا وللرسل فكرزوا. احنا بقى سيدنا يعني مصر اتشرفت برسولية قديس مرقس. طبعا عظيم طبعا، وهو اللي كرز لينا، فبنحمله يعني كل الشكر طبعا، هو اللي سلمنا الإيمان. ده صحيح. ولذلك ماري مرقس يعني له مكانة عظيمة جدا جدا، وكثير من الكنائس تسمى على اسمه، لأن هو من الرسل اللي كرز في مصر وليبيا وشمال إفريقيا. شكرا سيدنا يعني، شكر لقدسك على الأسئلة الجميلة. كتر خيرك سيدنا، عيش وتشجعنا. شكر خالص. شكرا لأبونا الحبيب أبونا شنودة، وشكرا لأسرة البرنامج. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم كونوا معافين في الرب.